الحية بي موروث شعبي تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، ففي يوم التاسع من ذي الحجة يتوجه الأطفال إلى ساحل البحر برفقة ذويهم ليرموا الحية بي، وهي أضحيتهم الصغيرة التي قاموا بزراعتها ليضحوا بها في يوم عرفة. أهازيج ومشاعر جميلة يحملها أطفال البحرين وينطلقون بها إلى شط البحر لرمي الحية بي، مرددين هذه الكلمات المعبرة والأهازيج التراثية ليقدموا أضحيتهم. هذا هو المعتقد السائد لنبتة الحية بي، والتي تعد موروثا شعبيا أصيلا يحرص أهل البحرين على القيام به في يوم عرفة بمعية أطفالهم. أول شيء رحت حطيت رمل، بعدين رحت حطيت شعير، بعدين رحت كل يوم أزقيها لما صارت لي نبتة، بعدين في ليلة العيد في قبل يوم رحت قطيتها بالبحر. استأنست اليوم وأنا ضحيت شيء أحبه، قطيت زرعتي حق السمك ياكلونه، قطيتها بالماي عشان السمك ياكلونه. أنا زرعت مالي حية بي، اليوم أنا قطيتها وأنا كنت وايد مستانس وزرعتها. ربيتها خليتها تكبر، بعد الليل أنا جيت على السيف قطيتها. الحية بي التي يحملها الأطفال في هذا اليوم هي عبارة عن حصيرة صغيرة مصنوعة من سعف النخيل يتم زراعتها بالحبوب كالقمح والشعير، ويتم تعليقها في المنازل حتى تنمو منتظرين يوم عرفة بفارغ الصبر ليتم رميها في البحر بعد أن اعتنوا بها طوال المدة الماضية على أمل أن يأكلها السمك في هذا اليوم المبارك. عادات وتقاليد أهل البحرين اللي نعلم الأطفال عنها، مثلا كيف يضحون بالشيء الثمين اللي عندهم. فالأضحية هي عبارة عن حية بي تعبوا فيها وسقوها ورعوها طول فترة ما هي بذرة لين طلعت زرعة، فيضحون فيها ليلة العيد، فنعلمهم الموروث الشعبي البحريني الأصيل وعادات وتقاليد أهل البحرين. نعلمهم أن لازم مثل ما الكبير يضحي بالأضحية العيد، فهم يضحون بالشيء الثمين اللي هو الحية بي. جهود متواصلة من قبل الأسر من جهة والمراكز الاجتماعية من جهة أخرى لتعريف الأجيال الحالية بفكرة الحية بي، فكل مركز يسعى إلى نقلها إلى الأطفال حتى يتعرفوا على تفاصيل هذا الموروث الشعبي والمفاهيم التي يحملها بين طياته. الحية بي عادة تراثية شعبية تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل، وقد حافظ أهل البحرين على هذا التقليد، فيأتي الأطفال إلى البحر مرددين الأهازيج الشعبية بكل حب، وهم يودعون نبتتهم الصغيرة ويضحون بها على شط البحر قبيل الغروب. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.